كان هناك أيضا اعتقال للناشط الرائد حجازي من مدينة القدس. يعني الهجمة مستمرة على المنطقة وعلى الشيخ جراح وعلى النشطاء الذين يأتون ليتضامنوا مع الشيخ جراح. التضامن لم ينتهي، التضامن مستمر في حي الشيخ جراح حتى إزالة خيمة العنصري بن كبير ووقف إجراءات الاحتلال ضد العائلات الموجودة في الشيخ جراح.